أقيم يوم الخميس في مدينة تشندو الصينية أول منتدى لمراكز الأبحاث حول الصين المعاصرة والعالم وموضوع حول التنمية التعاونية بين مراكز الأبحاث وابتكار الحوكمة العالمية. وحضره أكثر من 120 من مسؤولي مراكز الأبحاث والخبراء والعلماء المعروفين من 18 دولة للتباحث في التنمية التعاونية بين مراكز الأبحاث في الدول المختلفة وابتكار الحوكمة العالمية في سياق العصر الجديد.